من العريضة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عدم التمييز الديني، بالعكس المساواة اللي هو في النهاية تعبير المواطنة الكاملة. تفضل. المواطنة الكاملة لها محوران. المحور الأول وهو السند الحقيقي لقضية المواطنة هو كان في وثيقة المدينة المنورة. جميل. لأن المدينة المنورة كانت متعددة الطوائف، ومع ذلك رسول الله لم يفرق في إطار الحقوق والالتزامات المفروضة على الأفراد وعلى المواطن في المدينة المنورة، لم يفرق بين إنسان وآخر، بين ذكر وأنثى، بسبب هذه الوثيقة. يعني الحقوق متساوية والالتزامات متساوية. في بعد ثاني يختص بنا نحن كمصريين في إطار المواطنة. أنا أرى بأن المواطنة ثابتة من أول يوم جاء فيه المسلمون إلى مصر في وقت سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأراها بأن القدر يريد أن نسير معا، وأن يكون هذا الالتحام مشهد من أول لحظة. عندما دخل عمرو بن العاص إلى مصر كان يواجه في هذا الوقت الرومان. من الذي كان يعاونه على مواجهة الرومان؟ المسيحيون من أهل مصر. مظبوط. وبناء على ذلك عندما نقرأ هذه اللحظة من هذا الالتحام الذي كان من وقت الدخول مرورا إلى الحصار الذي حدث لحصون الرومان في الإسكندرية وفي غيرها، ومسلك الجيش فيها أو القوات إذا جاز التعبير في هذا الوقت، بنلحظ هذا الالتحام المصري، وكأن الله سبحانه وتعالى يقدر أن هذا الشعب سيكون ملتحما ونسيجه واحد وإلى أن تقوم الساعة. هذا ما عرفناه من خلال جملة من المسالك. المسلك الأول هو مسلك مجتمعي، المسلك الثاني وهو مسلك إفتائي، المسلك الثالث وهو مسلك تشريعي قانوني. المسلك الأول المجتمعي هذا في الحقيقة يعني يتغلغل في عمق المجتمع المصري حتى إلى وقتنا هذا. يعني ما زال منذ عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص، إلى الآن، وهو مستمر بطبيعة الحال. وكل المحاولات التي كانت تريد تفتيت هذا النسيج وتفتيت هذه الوحدة وتفتيت هذه المواطنة في الحقيقة باءت بالفشل. صحيح. ربما يعني أحدثت بعض الشيء، لكن سرعان ما يعود المصريون بوعيهم وبثقافتهم وباتحادهم وبنسيجهم الواحد يعودون إلى هذا النموذج الذي كان ساريا في أعماق التاريخ مع عمق الإنسان المصري. على المستوى الإفتائي وجدنا في الحقيقة فتاوى لسيدنا الليث بن سعد، وهو مفتي مصر وعالم مصر، وهو الذي له دور اجتماعي كبير، وربما أشرنا إلى هذا الدور الاجتماعي له قبل ذلك، في وجود أو في محاولته الطموحة والدؤوبة في إيجاد حماية اجتماعية لكافة أفراد المجتمع، باعتباره أنه كان من أثرياء مصر، وأنه كان يعني يغدق في العطايا وفي للفقراء والمساكين وبلا حدود. حقيقة قد لا نتصور هذا العطاء الذي كان لسيدنا عمرو بن سيدنا الليث بن سعد، لكن عندما يستشار في أمر دور العبادة الخاصة بالمسيحيين نجد بأنه يعطي فتاوى تفصح الحقيقة الحقيقة.